أهلا بكم في درس جديد من دروس التربية الإسلامية للصف السادس الابتدائي. اليوم راح نراجع من أحكام تلاوة القرآن الكريم. عندنا أولا آداب التلاوة، وثانيا أحكام لام التعريف. أولا من آداب تلاوة القرآن الكريم عندنا 5 نقاط، اللي هي يجب على قارئ القرآن الكريم مراعاتها. أولا نظافة الجسم والملابس والمكان. 2 جلوس باستقبال القبلة. 3 قراءة القرآن بهدوء وتدبر واستحضار هيبة القرآن الكريم. 4 الابتعاد عن كل ما يخل بقدسية القرآن الكريم كالضحك واللغو والعبث. 5 التفكر بالآيات القرآنية الكريمة والاقتداء بالمثلي والقيم العليا وترجمتها إلى سلوك حسن في الحياة اليومية. هاي بالنسبة لأولا. ثانيا أحكام لام التعريف، وهي مهمة، راح تكون نقطتين. أولا الإظهار القمري، ثانيا الإدغام الشمسي. أولا الإظهار القمري اللي هو الإظهار القمري، هنا تلفظ لام التعريف إذا دخلت على الأسماء التي تبدأ بأحد الحروف القمرية المجموعة في عبارة ابغي حجك وخف عقيمة. هاي الحروف اللي هي الألف والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء. هذا شي يسمونها، يسمونها حروف قمرية. تسمى اللام هنا لام قمرية وعلامتها السكون. مثال ذلك كلمة كتاب، إذا أدخلنا عليها لام التعريف إيش راح تكون؟ تلفظ اللام لأنها دخلت على حرف قمر اللي هو الكاف، وتلفظ على النحو الآتي: كتاب الكتاب، هنا الكتاب. وهناك جدولا بإظهار اللام القمرية. عندنا الألف، عندنا الباء، الغين، الحاء، الجيم، الكاف، الواو، والخاء، والفاء، والعين، والقاف، والياء، والميم، والهاء. هاي الحروف القمرية راح تدخل عليها بكلمات اللي هي هذه: الألف أكبر الأكبر، باء بيت البيت، غين غفور الغفور، حاء حق الحق، جيم جبال الجبال، كاف كبير الكبير، واو ودود الودود، خاء خلق الخلق، فاء فردوس الفردوس، عين عليم العليم، قاف قول القول، ياء يتيم اليتيم، ميم ماء الماء، وهاء هدى الهدى. هنا أنا دخلت عليها من الأل التعريف، وهنا أنا السبب تلفظ ولا تضغم اللام مع الأل التعريف. عندنا هنا أنا الإضغام الشمسي اللي هي تكون به عندما تدخل الأل التعريف على الحروف الشمسية ولا تلفظ، لا تلفظ. هنا تقلب اللام مع الأل التعريف إلى حرف مماثل للحرف الأول من الاسم الذي يبدأ بأحد الحروف الشمسية. يعني إذا عندنا كلمة تبدأ بأحد الحروف الشمسية التالية اللي هي التاء والثاء والدال والدال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والضاء واللام والنون، هاي إيش راح تكون؟ راح تكون اللام هنا تمثل هاي الحروف مضاعفة. ثم يضغم الحرفان وهما لام التعريف والحرف الشمسي ليصبح حرفا واحدا مشددا، وتسمى لام التعريف لاما شمسية. هاي الحالة شو تكون؟ هنا اللام شمسية. عندنا هنا مثال ذلك كلمة طير، فإذا أدخلنا عليها لام التعريف تقلب هذه اللام شو راح تكون؟ راح تكون حرف مماثل للحرف طاء، فتصبح لام التعريف طاء. ثم يدغم، يعني يصير سوية يندغم سوية يندمج كأنما دمج للحرف، يصبح حرفا واحدا مشددا، وتلفظ على نحو الآتي: طير الطير. شو صير؟ الطير الطير، لكن هذا الكتابة كتابة لفظ وليست كتابة شكل، يعني مو كتابة تنكتب هيك وإنما لفظها يكون هيك. لذلك لا تلفظ لام التعريف لأن كلمة طير تبدأ بحرف طاء وهو من الحروف الشمسية وعلامتها الشدة. هسا عرفنا علامة اللام القمرية السكون، وعلامة اللام الشمسية هي الشدة. وهناك جدول بإدغام اللام الشمسية، مثل تاء تراث التراث، ثاء ثاقب الثاقب الثاقب، يصير هنا الثاقب. لاحظوا الدمج مع الحروف اللفظ يصير داء
دال العفو دال دنيا الدنيا صير الدنيا، دال الذكرى الذكرى صير ربح ريح ريح الريح الريح صير زور الزور صير سجل السجل شمس الشمس صلاة الصلاة ظلال الظلال طيب الطيب ظالم الظالم ليل الليل ناس الناس تحولت هنا حسب الحروف اللي تبدأ بها الكلمات اللي مرتبطة بالتعريف يعني اللي بادية بتاء اندغمت بالتاء بادية بزاي اندغمت بزاي بادية بسين اندغمت بسين حسب الكلمات الموجودة. أما اللام في الأسماء الآتية عندنا أسماء محددة ومعينة هذا ما تعتبر بها التعريف وإنما هي من أصل الكلمة من بناء الكلمة وليس الدخيل على الكلمة مثل كلمة الله لفظ الجلالة جل وعلا الذي التي اللذان اللتان الذين هذا شو تكون تكون من أصل الكلمة هي أصلية من بنية الكلمة وليس الدخيلة. مثال محلول ما حكم لام التعريف في الآية القرآنية الآتية وما السبب سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم من سورة الحديد. السماوات والأرض والعزيز والحكيم السماوات هنا تكون شمسية ادغام شمسي لأنها دخلت على الحرف الشمسي اللي هو سين. عندنا هنا الأرض كلمة الأرض تكون حكمها إظهار قمري لأن الألف حرف قمري دخلت على حرف الألف الألف قمري. عندنا هنا العزيز العزيز أيضا إظهار قمري ليش لأن العين حرف قمري. الحكيم إظهار قمري لأن الحاء حرف قمري. نجي للتمرينات. التمرين الأول في الآيات الكريمة عندنا لام للتعريف استخرجها وبين حكمها ذاكرا السبب لازم نذكر السبب ونشوفه. ألف لا ألم نقطة واحد أو ألف نقدر نعتبرها ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نجي على هاي الآية الكريمة نحلها. الذي من أصل الكلام الله من أصل الكلام من بنية الكلام. الملك الملك هنا أنا قمرية إظهار قمري لأن الميم حرف قمري. نجي هنا أنا. الله أيضا من بنية الكلام الذي نفس الشيء من بنية الكلام من أصل الكلمة. الشمس هنا أنا إدغام شمسي لأن الشين حرف شمسي. المشرق هنا أنا إظهار قمري لأن الميم حرف قمري. المغرب إظهار قمري لأن الميم حرف قمري. الذي من أصل الكلام الله من أصل الكلام. القوم هنا أنا إظهار قمري لأن القاف حرف قمري. الظالمين هنا أنا إدغام شمسي لأن الضاء حرف شمسي. نجي على النقطة الثانية. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. السماوات هنا إدغام شمسي لأن السين حرف شمسي. الأرض هنا إظهار قمري لأن ألف حرف قمري. الساعة نفس الحالة إدغام شمسي لأن السين حرف شمسي. هنا البصر إظهار قمري حرف الباء قمري. الله من أصل الكلمة. النقطة الثالثة. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. الموتى هنا إظهار قمري لأن الميم حرف قمري. الصم
إدغام شمسي لأن صاد حرف شمسي. الدعاء إدغام شمسي لأن الدال حرف شمسي. نجي النقطة الرابعة، أربعة، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. الحمد هنا إظهار قمري لأن الحاء حرف قمري، الأولى إظهار قمري لأن الألف حرف قمري، الآخرة إظهار قمري لأن الألف حرف قمري، الحكم إظهار قمري لأن الحاء حرف قمري. يجي على النقطة الخامسة، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هنا الكتاب هنا إظهار قمري لأن الكاف حرف قمري، الصلاة إظهار إدغام شمسي لأن الصاد حرف شمسي، هنا نفس الحالة إدغام شمسي لأن الصاد حرف شمسي، الفحشاء إظهار قمري لأن الفاء حرف قمري، المنكر إظهار قمري لأن الميم حرف قمري. عندنا هنا تمرين الثاني، اكتب سورة العصر ثم استخرج الأسماء المعرفة بأل ذاكرا نوع اللام معللا ذلك. تكتبونها السورة المباركة وطلعون أحرف الشمسية والقمرية واللام الشمسية والقمرية والسبب تذكرون. تمرين ثالث، ما الفرق بين كل اثنين تحتها خط؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هنا أنا الناس والغني، هنا أنا الشمسية لأن النون، هنا أنا إدغام شمسي لأن النون حرف شمسي، الغني هنا أنا إظهار قمري لأن الغين حرف قمري، هنا أنا لام شمسية وهنا لام قمرية. نجعل الآية الثانية، وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. نجي هنا أهم شيء هي هذه المأشرينها، الملائكة هنا ال هنا التعريف هنا دخيلة على الكلمة وهنا إظهار قمري لأن الميم حرف قمري. الذين هنا ال هنا أصيلة وليست دخيلة من أصل الكلام. تجي على التمرين الرابع، اكتب آية مما تحفظ وردت فيها اللام الشمسية وحدد موقعها. أي آية حافظينها ممكن تذكرونها؟ واكتب آية مما تحفظ وردت فيها اللام القمرية وحدد موقعها. أي آية حافظينها كتبوها وطلعوا اللام القمرية فيها. هل تدخل لام التعريف، طبعا التمرين الخامس وصلنا له، هل تدخل لام التعريف على الأفعال المضارعة؟ لا تدخل لام التعريف على الأفعال المضارعة، فقط على الأسماء. وإلى هنا نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، نرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد من الدروس القادمة إن شاء الله. دمتم في أمان الله وحفظه.